السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة إن شاء الله أعمل لكم البسبوسة بالتمر بطريقة سهلة خالص وبسيطة، وهتطلع هي معاكم خفيفة ولذيذة وهشة، سكرها قليل خالص للناس اللي مش بتحب السكريات، وكفنها بالتمر، والتمر معروف صحي ومعروف فوائده عن السكر. بتمنى يا رب ان الوصفه تعجبكم. يلا بقى اروح اعمل لكم البسبوسه بالتمر. نقول بسم الله نبتدي بالمكونات. احنا هنمشيها على 3 خطوات. اول خطوه يكون عندنا كوبايه لبن بتغلي مع كوبايه تمر، مفيش نوى منزوع زي كده، ونجيبهم كلهم كده مع بعضيهم. التمر اهو مفيش نوى، بس كده نسيبهم على جنب لحد التمر ما يدوب في اللبن ويبرد، يبرد خالص. نبتدي بقى الخطوة الثانية. نقول بسم الله نبتدي في الخطوة الثانية. اهو عندي هنا اللبن بالتمر خلاص برد والتمر لام فيه. عندي نص كوباية زبادي، نص كوباية زيت بنفس الكوباية كله، نص كوباية لبن، بيضتين، رشة فانيليا. على فكرة الكوباية اللي استخدمتها نفس الكوباية اللي استخدمتها في التمر وفي اللبن قبل كده. ناخده كله كده على بعضيه ونحطه. كوباية اللبن، كوباية الزيت، كوباية الزبادي، بيضتين، ناخد التمر مع البلح، قصدي مع اللبن، سوري، التمر مع اللبن، رشة الفانيليا، وكله في الخلاط نضرب ضرب كويس خالص. نقول بسم الله في الخطوة الثالثة. أولا في البداية أنا شغلت الفرن على درجة حرارة 180 وسبتها تسخن. نبتدي بقى في الخطوة الثالثة، هي خطوة النواشف. عندي كوباية وربع سميد، سميد البسبوسة بس يكون السميد الناعم، ربع كوباية دقيق، هاخد ملعقة كبيرة بيكنج باودر، هاخد رشة ملح. أولا هاخد الكوباية وربع السميد الناعم وربع كوباية الدقيق، وهاخد ملعقة كبيرة بيكنج باودر اهي، هاخد رشة صغيرة ملح، هذه كمان كتيرة من هدي، كفاية كده، ونقلبهم مع بعضيهم كويس. اهو قلبت النواشف كويس مع بعضيها. نجيب الخليط السائل نكب كله على البسبوسة بعد ما ضربته كويس، ونقلبه مع بعض كويس خالص. اهو قلبته مع بعضهم كويس خالص خالص، وبسهم كده. بعد كده نركنهم على جنب لمدة 5 دقايق مش أكتر، بس على قد ما يبقوا كويسين بقى نغطيهم وأسيبهم على جنب 5 دقايق. خلاص سيبتهم ال5 دقايق، نقلبهم مع بعض تاني كويس كده بالمعلقة. بعد كده هنجيب صينية عالية عادي ودهنتها زيت ورشيتها فيها شوية دقيق، نكبهم. اهو انا خلاص حطيت الخليط، نتبعها كده
الارقام في اي فقاعات تعمل ده، هحطها في الفرن، هشغل الفرن عليها من تحت، هحطها في الرف الوسطاني من 25 دقيقة لنص ساعة، لحد ما الاقيها على الجوانب هنا حمرت. بعد كده هنقفل من تحت ونشغل فوق لمدة 5 دقايق. الفرن هتكون على درجة حرارة 180، يبقى الفرن درجة حرارة 180 من 25 نص ساعة نكون مشغلينها من تحت لحد ما تحمر على الجوانب، وخمس دقايق بس من فوق. ادي البسبوسة بعد ما طلعت من الفرن هي لسه قاعدة سخنة، دلوقتي هسقيها شربات، بس الشربات يكون بارد، شربات البسبوسة العادي الخفيف اللي هو عبارة عن كوباية وربع من نفس الكوباية اللي بستخدمها، حطيت عليها كوباية وربع مية، ويا دوب استنيتها لحد ما غلت، عصرت عليها ليمونة، استنيت دقيقتين غلت تاني بالليمونة وجبتها باردة. يبقى إذا البسبوسة تكون سخنة والشربات يكون بارد، ونرش عليها. بس اسيبها كده تتشرب وتبرد، بعد كده اقطعها واوريها لكم. وده الشكل النهائي للبسبوسة بعد ما بردت وقطعتها، طعمها حلو خالص وهشة وطرية وسكرها خفيف، بصوا هالشزات. بتمنى يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوناش سبسكرايب، تفعلوا الجرس وما تنسوناش بكومنت حلو. مع السلامة في وصفة جديدة.